نعم، تقول الميت هذا هامدة عظامه ميت منتهي، يقولون لا روحه، روحه هي اللي أنت تروح تزوره وتزور روحه، وزور روحه تروح للعرش وتجي وتجيب يعني حاجات. أنت إذا زرته تعلقت روحك بروحه فحصل لك من الفوائد الشيء العظيم، كذا يقول عباد القبور. نعم. فإذا علق الزائر روحه به وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له. هذه فلسفة، هذه تقابل النصوص من القرآن والسنة، هذه الفلسفة لا قيمة لها. نعم. قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر، قالوا يعني القبوريون، يعني القبوريين. نعم. قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت وينسى الله. نعم. قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليه ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، إلى غير الميت، لا يبقى فيه التفات إلى غير الميت، يعني ينسى الله سبحانه وتعالى. نعم.